دونك نريد تحديد قلت مجموعة النقاط M من المستوى التي تحقق هذه العلاقة. M أصغر من أو تساوي R، دونك R يمكننا التحكم به بطبيعة الحال. وهنا R هي المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة B، وهنا لدينا نقطة واحدة أولا قمنا بتعريفها، بحيث أن المسافة الفاصلة بين A والنقطة التي توجد هنا، ثم تغيير لون هذه النقطة، نضغط على النقطة ثم اختيار اللون المناسب مثلا. المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة N، وهذه النقطة الملونة باللون الأحمر، أصغر أو تساوي R. دونك نريد نحن تحديد مجموعة النقاط، جميع النقاط M التي تحقق هذه العلاقة. دونك أولا هنا لاحظوا سأقوم بتغيير عدد النقاط، دونك هنا ليست لدي إلا هذه النقطة الملونة بالأحمر، وسأضيف نقطة أخرى. دونك هذه النقطة أن مسافتها عن النقطة A كما تلاحظون، المسافة الفاصلة بين النقطة A وهذه النقطة الملونة باللون الأخضر، أصغر من المسافة R. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك للإجابة عن هذا التساؤل سنقوم أولا بإنشاء زلقة، دونك كورسور. هذه الزلقة ستكون هي الشعاع، دونك هي المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة M، دونك ستكون من النوع نومبر. قيمتها الدنوية سأختار مثلا هنا صفر، والقيمة القصوية يمكننا تركها في العدد 5. دونك اولا ساقوم بتغيير اسم هذه الزلقه الى R الشعاع. بعد ذلك ساقوم بتعريف نقطه، دونك جو في بلاسي ان بوين كيلكونك، نقطه A من المستوى، وبطبيعه الحال ساقوم بانشاء نقطه M. دونك هذه النقطه M بطبيعه الحال ستبعد عن النقطه A بالمسافه R، دونك ان سيغمون دو لونغور دوني اللي هي R، ثم أضغط سأحصل على هذه القطعة. دونك لاحظوا عندما أقوم بتغيير الشعاع فإن طول هذه القطعة يتغير. طبيعة الحال هذه النقطة يمكنها الدوران حول النقطة A، ودائما المسافة الفاصلة بين النقطة A و B هي R. دونك يمكننا هنا الذهاب إلى منتصف هذه القطعة، دونك سأذهب إلى ميليو أو سونتر، ثم أضغط على القطعة B ستظهر لي هذه النقطة C. سأعود إلى هنا أضغط على تكست وثم النقطة C وأكتب R، وهكذا سأكون قد ربطت هذا الحرف R. دونك لاحظوا عندما أقوم بتغيير النقطة B فإن الحرف R يرتبط دائما بالنقطة C، فأقوم بإخفائها، وأقوم كذلك بتغيير هذه النقطة، دونك النقطة B إلى النقطة M، وهكذا ستكون لدينا المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة M هي المسافة R. الآن سأذهب إلى شريط الكتابة وأكتب الأمر التالي. دونك هنا سأكتب بين قوسين x ناقص xa، x ناقص xa أس 2، زائد بين قوسين y ناقص ya، بين قوسين أس 2 أصغر من أو تساوي R أس 2. هكذا سأحصل على هذه المجموعة، وهنا سأقوم بطبيعة الحال إخفائها. دونك سأذهب إلى هنا وأقوم بإخفائها، دونك سأعود إليها مستقبلا بحول الله. سأعود إلى شريط الكتابة وأكتب الأمر التالي. دونك هنا سأكتب المتساوي فقط. دونك لاحظوا هنا سأحصل على كونيك، دونك في المعادلة، دونك إيكواسيون هنا المعادلة التي قمت بإدراجها. سأذهب إلى دائما شريط الكتابة. دونك هنا سأقوم أولا بإنشاء زلقتين، دونك الزلقة الأولى ستكون من أونتي عفوا، دونك هذه القيمة يمكننا أن نحدد قيمتها القصوية مثلا في 3000، وكذلك سأقوم بإنشاء زلقة أخرى سأسميها مثلا M، ستكون من النوع دائما أونتي، وستكون مثلا قيمتها الدنيا هي 1، وقيمتها القصوية هي مثلا 50 أو نعم سأترك 50 مثلا. سأعود إلى شريط الكتابة هنا وأكتب سيكونس ثم بوان وازار
dans la région équation numéro 1 le circuit est bien défini tout le variable il y a quand valeur de début il y a 1 la valeur de la valeur finale il y a n tout le pas il y a 1 ça va être là ok لاحظوا على ماذا سأحصل donc الان سأقوم بتغيير n سأعيد n الى قيمه الدوريه قيمه 1 ويمكنني التغيير بطبيعة الحال الآن وسأضيف زر آخر هنا دونك سأسميه بوتون مثلا سأكتب هنا لو نومبر دو بوان لو نومبر دو بوان دونك هنا سوا فالور ان فاصلة ان بلس ام هكذا ثم أضغط على اوكي بطبيعة الحال لاحظوا عندما سأضغط هنا نومبر دو بوان دونك هنا حصلت على 9 دونك كانت مثلا هنا كانت النقطة 1 ولكن عندما أضغط على هذا الزر سأحصل على 9 نقاط لماذا؟ لأنني قمت بإضافة العدد 8 إلى العدد n دونك يمكنني تصغير قيمة m مثلا هنا 1 دونك هنا سأحصل عندما أضغط على هذا الزر هنا هذا الأمر سأقوم بالحصول على نقطتي دونك هنا يمكنني إخفاء أولا هذه الدائرة وأترك الأمر التالي دونك هنا سأعيد n إلى الصفر مثلا القيمة الدنوية ستكون هي الصفر أفضل من الواحد هكذا دونك نريد تحديد قلت مجموعة النقاط M من المستوى التي تحقق هذه العلاقة M أصغر من أو تساوي R دونك R يمكننا التحكم به بطبيعة الحال وهنا R هي المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة دونك هنا لدينا نقطة واحدة أولا قمنا بتعريفها بحيث أن المسافة الفاصلة بين A والنقطة التي توجد هنا دونك هنا تغيير لون هذه النقطة نضغط على النقطة ثم اختيار اللون المناسب مثلا المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة M وهذه النقطة الملونة باللون الأحمر أصغر أو تساوي R دونك نريد نحن تحديد مجموعة النقاط جميع النقاط M التي تحقق هذه العلاقة دونك أولا هنا لاحظوا سأقوم بتغيير عدد النقاط دونك هنا ليست لدي إلا هذه النقطة الملونة بالأحمر وسأضيف نقطة أخرى دونك هذه النقطة أن مسافتها عن النقطة A كما تلاحظون المسافة الفاصلة بين النقطة A وهذه النقطة الملونة باللون الأخضر أصغر من المسافة R الفاصلة بين النقطة A وبين النقطة ذات اللون الأحمر سأضيف نقطة أخرى هنا سأحصل على هذه النقطة الأولى ثم على النقطة الثانية ذات اللون الأحمر لاحظوا أن المسافة الفاصلة بين A وهذه النقطة الملونة باللون الأخضر أقل من المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة الملونة باللون الأحمر كذلك هنا المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة ذات اللون الأخضر أقل من المسافة أو أصغر من المسافة الفاصلة بين النقطة A والنقطة ذات اللون الأحمر يعني أصغر من المسافة R يمكننا إضافة نقاط أخرى هنا ثلاث نقاط أربع نقاط خمس نقاط إلى آخره وهنا يمكنني التحكم مباشرة بـ N سأجعل مثلا N تساوي لاحظوا هنا 795 نقطة ويمكنني مثلا تصغير هذا العدد وهنا أحصل على العديد من النقاط وهنا يمكنني الانتقال دونك 240 نقطة هنا تتواجد إذا قمت بالضغط على هذا الزر سأحصل على 241 ويمكنني تغيير قيمة n مثلا إلى القيمة القصوية التي هي 50 وبعدها سأحصل هنا على 291 نقطة دونك لاحظوا معي 291 ثم أضيف 50 مرة أخرى 341 ثم 391 إلى آخره ويمكنني سحب هذه الزارقة مباشرة لحصول على مجموعة أخرى من النقاط مثلا ولاحظوا عندما يكبر n عندما أحصل على قيمة أكبر للعدد n سأحصل على هذه المجموعة من النقاط وهذه المجموعة من النقاط بطبيعة الحال ما تمثل لنا قرصا عندما أقوم بتغيير n إلى عدد أكبر أحصل على مجموعة هذه النقاط التي تمثل القرص دونك هنا يمكننا إظهار الدائرة المحيطة بهذه النقاط هنا سنحصل على الإيكواسيون التي قمنا بتعريفها أولا
وكذلك يمكننا الحصول على القرص ككل. هنا القرص قام الجلد الرمز اللوني باللون الأزرق، يمكننا اختيار لون آخر بطبيعة الحال يناسبنا، دونك سأختار مثلا اللون الأخضر. وهكذا سنكون قد أجبنا عن هذا السؤال، ألا وهو تحديد مجموعة نقاط M من المستوى التي تحقق هذه العلاقة AM أصلا أو تساوي A التي هي عبارة عن قرص.